اقولهم عن الفشله. قولي لهم لانه انت وحده ما تتحملي. اسمع، كنت صاحيه من النوم وهمي كل هم بطني، شفت ياكل صاحيه قاعده تطلب هي مغمضه، فكنت عم اطلب انا مغمضه واقول ما عم يقبل يا خديج، ما عم يقبل. فبالصدفه طلع مو بس ما عم يقبل، طلع طالبه 100,000 طلبني. الله يسعدني، كله نفس الاوردر. دقيقه، لا اسمع، يتصلوا علي، يتصلوا علي المناديب، الو 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 محمد، وانا اقول له دقيقه ارسلك شو اسمه صوره حق باب ما في رقم. الو الو، تعرفي وين النكته؟ انه هي قالت انه خلاص الطلب مو راضي يجي، فشو يا خديجه يلا قومي نروح ناكل برا. ايوه طيب ماشي، عم نلبس، مو قاعد يطلب يا متصل، فنقوم ناكل برا احسن. قومي يعني نتجهز نلبس نتمكج وكل حاجه ونطلع ناكل برا، لان هذا مو راضي يوصل لي الطلب حق ماك. ماك الان جاي وانا طالعه اكل، فبليز يعني